خلونا نرجع ناخذ رسالتنا الوردية من الإعلامية منى سراج، إن شاء الله تكون معانا على الخط دحين. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا بك أستاذة منى. أهلا بكم. أهلا بكم. أنا أولا الحقيقة بحب أحيي الأخت أميمة على موقفها الشجاع، وأحييكم على كل رسائل الأمل والتفاؤل اللي بترسلوها لكل امرأة مصابة أو حتى شفيت من المرض. والأهم الحقيقة أحيي كل سيدة أو فتاة كانت بتملك الشجاعة إنها تظهر في البرنامج وتحكي بصراحة للمشاهدين قصتها وصراعها مع السرطان. واحنا كمان نحييك وسعيدين انك موجوده معانا استاذه منى. نبغى انت لك تجربه مع سرطان الثدي، والحمد لله انت محاربه وناجيه. يا ريت لو تكلمينا عن تجربتك، متى كانت الاصابه؟ الاصابه كانت منذ 4 سنوات. طيب الحمد لله على السلامة. بالتحديد منذ 4 سنوات، ويعني انا عرفت بالاصابه من خلال الكشف الذاتي، وبعدين اكد لي الطبيب اصابتي من خلال الالترا ساوند بايوبسي. لكن احب يعني اكد على شيء، ان انا سعيده بمشاهده البرنامج، لان وسعيده بكل التفاصيل المقدمه، لانه بصراحه منذ سنوات ليست ببعيده كانت المراه المصابه بالسرطان بتخفي خبر اصابتها. صحيح. انا شخصيا اعرف اكثر من حاله عن قرب، كان المرض كانه لعنه او استعار او عقاب الهي. يعني مع الاسف كانت المراه لا تعاني فقط من الام السرطان، ولكن تعاني ايضا من الام النفسيه في محاولتها اخفاء مرضها. التغير ده معناه ايه؟ معناه ان المراه العربيه اصبحت اكثر وعيا، والمجتمع نفسه تغير. والفضل في الواقع بيعود فيكم، بيعود من هذه النوعيه من البرامج التلفزيونيه التي تقدمونها. لذلك اولا قبل ما احكي عن اي شيء احب ان انا اشكركم بالنيابة عن كل مصابة أو كل من شفيت من هذا المرض. استاذه منى، يعني خليني بس اسالك تعسير. نعرف انه هذه المرحله ما كانت بالهينه عليك، والحمد لله تجاوزتيها، فلو تقولي لنا ايش كانت اقسى مرحله عديتي فيها؟ بصراحه عايزين صراحه بدون ادعاءكم، اكيد طبعا انا اول ما عرفت بالخبر داخلي اتمنى ان يعني اكون مخطئه في المخاوف. كنت بحس ان يمكن ألمس صدري مجرد كيس دهني او شيء من هذا القبيل، شيء يمكن علاجه في الادويه او يعني عمليه او اي شيء، اي شيء ما عدا السرطان. ايوه. واذكر ان يومها بكيت، كنت حزينه، كنت خايفه، لا أكثر من خايفة، كنت مرعوبة. لأني بحكم عملي طبعا أعرف ما ينتظر مريض السرطان من عملية وكيمو وراديشن والتغيرات الرهيبة الجسدية والنفسية. لكن خلينا نعترف برضه إن عملي خلاني عندي قدرة على استيعاب الموقف. أكيد. أخذ الخطوات العملية. وأفتكر سألت الطبيب عن خطوات العلاج، وبعدها يعني مباشرة قررت التعليم بعض الله سبحانه وتعالى بإرادة الشخص. أكيد. سيدة منى أسفة، بس أنت كتبت في كتابك لأننا كوكب النساء، وجهتي فيه رسالة لابنتك، ممكن تذكري لنا إيش هذه الرسالة؟ الحقيقه رسائل لابنتي لم تكن رسائل خاصه بالمرض على الاطلاق، هي كنت بحكي تجربه يعني ارتباط ابنتي وزواجها، وكنت بعض النصائح اللي بقدمها لها، ومن خلالها بقدم نصيحه لكل فتاه مقبله على الزواج، فالموضوع مختلف تماما يعني. طيب. لكن لو فكرت ان انا اكتب كتاب عن المرحله، يمكن انصحها، مش اكتب لها رسائل، يمكن انصحها ببعض النصائح من خلال التجربه اللي مريت بيها. طيب استاذه منى، معانا بنت اخوك سعود، حابه توجه لك رساله عبر برنامج سيدتي برضه منى سراج. بالحقيقه يعني استاذه منى،
شكرا انك شاركتينا، شكرا انه انت دائما كنتي سند لنا كاسره، واليوم انت كمان نموذج للقوه والصلابه. يمكن دائما زميلاتي يختموا الفقره هذه تحديدا مع الناجيه او المحاربه بسؤالها، ايش رسالتك الورديه اللي تحبي تقوليها؟ انا اقول لك ايش الرساله اللي تقولي لي هي انا شخصيا وتقوليها لكل سيده اليوم قاعده تتفرج علينا. اولا يعني احب اقول لكل سيده انها يجب ان تهتم بصحتها، يجب ان تهتم بالكشف الدوري، مهم مهم مهم. اما للسيده المصابه فاحب اقول لها ان المرض اختبار صعب من اختبارات الحياه، ولكنه يخرج افضل ما في داخلك. تذكري انه يخرج افضل ما في داخلك. اولا بيقوي ايمانك بالله وبقدراته عز وجل. ثانيا بيساعدك على اكتشاف نفسك، انت بلا رتوش ولا مكياج ولا شعر، انت الانسانه بكل جمالك الداخلي والحقيقي. ده مش معناه اني ادعو لعدم الاهتمام بالمظهر، ولكن المظهر ليس هو اهم مشروعاتك في الحياه، لان الله سبحانه وتعالى خلق كل امراه كي تكون انسانه متميزه ومختلفه ولها دور في الحياه اكبر بكثير من مجرد العنايه بمظهرها. الله عليك يا استاذه منى، شكرا على هذه الرساله، اكدتي فيها رسالتي. استاذه منى شكرا لك. يعني